صراع داخل الحزب الاشتراكي SPÖ على رئاسته. استنفار أمني حول مراكز العبادة في فيينا في ذكرى الثورة السورية. مدينة فيينا تعقد منتدى فيينا للتنوع والحوار. إنفوغراد توضح طريقة الحصول على مكافأة السكن في فيينا. ضبط 26 كيلوغراما من الكوكايين على الحدود الألمانية النمساوية. والنمسا تسجل 2231 اختراعا العام الماضي وتعلن عن الحماية الأوروبية. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. بعد الخسارات المتكررة في الانتخابات للحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ، نشب خلاف حول قيادة الحزب برئاسة باميلا راندي فاغنا. ويريد حاكم بورغلاند هانز بيتا ديسكوتسيل أن يصبح رئيس الحزب، حيث أعلن عن طلبه في رسالة لاجتماع اللجان اليوم الأربعاء. وكتب ديسكوتسيل: لقد قررت التقدم لرئاسة الحزب مؤكدا أن الوضع كارثي، لذلك حان الوقت لرسم خط جديد. وطالب ديسكوتسيل بإيقاظ ديمقراطي اجتماعي جديد وتقديم بديل ذي مصداقية للمواجهة لتوضيح أهم القضايا الجوهرية. Das glaube ich, muss das Ziel heute sein. Und da geht es gar nicht darum, wer unterstützt wem, sondern wie schaffen wir dieses Ergebnis. Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass Sie dann am Ende als SPÖ-Chef hervorgehen? Ich bin jetzt gar nicht befugt oder berufen, da Chancen einzuschätzen. Mir ist nur wichtig, die Diskussion weniger oder auch. حذرت شرطة فيينا صباح الأربعاء من خطر غير محدد بوقوع هجوم بدوافع دينية، ولهذا انتشر عدد كبير من قوات الشرطة بجانب الكنائس والمساجد. وتلقى جهاز المخابرات معلومات عن هجوم مخطط له من قبل خلية إسلاموية سورية، خاصة أن اليوم يصادف ذكرى الثورة السورية ضد نظام الأسد. وأظهر مؤشر الإرهاب العالمي 2023 الذي نشره معهد لندن للاقتصاد والسلام أن النمسا تحتل المرتبة 61، وبالتالي فهي في المجموعة التي تشهد آثارا منخفضة للإرهاب. عقدت مدينة فيينا منتدى المجتمع للتنوع والحوار في مبنى بلدية فيينا بحضور نائب العمدة كريستوف فيديكير وفريق عمل MA17. ودعت المدينة منظمات ورابطات المهاجرين، وتمت مناقشة البيان الثالث لمجلس الاندماج حول موضوع التعليم الجيد للجميع وتحديات الهجرة. وحضر أكثر من 150 شخصا من جميع أنحاء العالم مقيمين في فيينا. وقال فيديكير: لقد أدت التطورات الحاسمة في السنوات الأخيرة إلى تحديات غير مسبوقة لنظام التعليم، حيث اتسعت الفجوة التعليمية بين الأطفال من الأسر التي لديها أصول مهاجرة وغير مهاجرة. Ganz bewusst, um mit Communities gemeinsam zu arbeiten. Da bin ich froh über Ihre Bereitschaft, dass Sie heute dabei sind, mitmachen. Ich sehe das als Geschenk von Ihnen, dass Sie uns die Zeit geben und bereit sind, hier in den Dialog zu treten mit der Stadt, aber hoffentlich auch neue Bekanntschaften machen, um sich selber auszutauschen. Ich darf mich zum Schluss bedanken. Gibt es وعد العمدة ميخائيل لودفيغ مئات الآلاف من سكان فيينا بمساعدات جديدة للسكن، لكن هذه الأموال لن ترسل مباشرة. وتقول المدينة: يمكن لجميع الأشخاص بدخل سنوي 40,000 يورو والأسر المتعددة بدخل سنوي 100,000 يورو التقدم بطلب.
ويجب أن تتلقى كل أسرة رسالة بكلمة مرور مخصصة واستخدامها لتقديم الطلب عبر الإنترنت، وهذا يعني أنه يجب على الجميع تقديم طلب. وتعد المدينة بأن المال سيكون في حساباتهم في غضون أيام قليلة، ومن المتوقع أن تتم المنحة في يوليو. ضبطت الشرطة الألمانية 26 كيلوغراما من الكوكايين في سيارة أثناء تفتيش على الحدود مع النمسا في منطقة إلغوي بولاية بافاريا جنوب ألمانيا. وقال مكتب مكافحة الجريمة في ميونخ أن المخدرات كانت مخبأة في عدة علب في صندوق سيارة، وأن قيمة المخدرات يصل إلى ملايين اليوروهات. وتم اعتقال سائق السيارة مع ابنه بأمر من قاضي التحقيق، ولم تنتشر تفاصيل عن هوية سائق السيارة أو ابنه اللذان اعتقلا في 10 مارس عندما لاحظت شرطة الحدود سيارة مشبوهة على الشارع السريع رقم 17. وفي خبرنا الأخير، سجلت النمسا ما مجموعه 2231 اختراعا في العام الماضي، فيما تصدرت مقاطعة النمسا العليا القائمة ب 470 اختراعا. وبحسب أور أف، جاءت شتايا وفيينا في المركز الثاني والثالث، واعتبارا من يونيو فصاعدا ستصبح البراءة الأوروبية الموحدة سارية. ومع براءة الاختراع الموحدة يمكن لأصحاب المشاريع الحصول على الحماية في 17 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بطلب واحد ورسوم وترجمة واحدة في مكتب براءات الاختراع الأوروبي. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا أسامة زهير، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.